السلام عليكم. اليوم درت بريوش بلي فخوي وبشوكولا الغوتي الدراري الغوتي كيجي هشيش رطب بحال ايبونجي كيتكال مهضوم يعني تحب تاكلو وسهل سهل بزاف عجينته سهلة بزاف. غادي نشارك معكم الوصفة إن شاء الله تعجبكم. كناخدو كاس ديال الحليب يكون دافي، كاس صغير يعني ديال العنبة تقريبا، كندير واحد جوج معالق ديال أو معلقة ونص ديال السنيدة، معلقة ديال الخميرة، الخميرة ديال الخبز، كنحركهم وكنخليهم يخمروا. ها هما خمروا لينا، هاد تيبروال توت سويت كتخمر، غير تسد عليها كتخمر. كنزيد بيضة كندير فيها واحد الفانيا وشوية ديال الملحة، طبعا ضروري من الملحة، نطربها أباغ، ديك الساعة كنزيدها على الخميرة ديالي اللي طلعت. نخلطها بيدي وكانت نزيد الدقيق. بالنسبة لهذه الزلافة عندي كتهز 200 غرام بالضبط، يعني باش نعجن انا درت دابا 200 غرام، والا خاصاني غنزيد على حساب 250 غرام، يعني رابعة. دابا هي فيها غير 200 غرام ونقدر نزيد على قياس رابعة، هي اللي غادي تهز لي غالبا. انا طربتها دابا خصني نكمل بيديا، غنزيد دقيق حتى يجي الدقيق، لان مرات الدقيق كيقدر ياخذ لي غير 200 غرام في هذا الشيء، ومرات كيخصني نزيد. شفتو مازال جاريه بزاف، غادي نزيد شويه مازال الدقيق. غادي نحاول نجمعها، ندلكها شويه بيديا نجمع، وعاد نزيد لها الزيت في الاخر. عادة كنخدم عيني ميزاني، ولكن هاد القياسات باينين. دابا غادي نزيد هذاك الزيت وغنحاول ندخله في العجينة. ممكن يدار الزبدة حتى هي، غندير جوج معالق ونخدمهم باش يدخلوا ونخليها ترتاح، ضروري ترتاح. صافي نسد عليها، ها هي ارتاحت وضعفات. دابا جاهزة باش نخدمها. خصني ندير الدقيق لتحت، غنقطع ثلث نحيدو وثلثين، شفتو، وثلثين غادي نديرو على شكل خبيزة. انا وليت مدمنه على التشجيل، كل ما كندير شي حاجه للدار كنسجلها وكنتقاسمها معكم وكنشاركها معكم. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، وحتى نتوما الى عجبكم هذا الشيء تابعوني وشجعوني بلي لايك. دابا درتها في هذيك الطاوه، غادي نجمعها فوالا، نخليها دابا ترتاح وناخذ العجينه الاخرى. عندنا نقطعها طريفات على قد
المندرينة يعني. غادي ناخد كل وحدة. انا فايته مصوبه الشوكولا نوتيلا المنزلي، يمكن كلشي عارفو، الا ما عرفتوش دابا نحط لكم كيفاش كيصلح بحال هكا، كتقدري تذوقي به الحلوه او لا تعمر به، ولا نعمر به هاد الخبيزات ونحطهم في الجنب ديال الطاوة، ندور بها كلها هاد الكويرات اللي معمرين بالشوكولا. غنستمر هكايا كنعمر بنيوتيلا ديال الدار و تنكمل. دابا كملت، خديت الخوخ ديال العلب وكنستفو لداخل. تقدروا ديروا اناناس، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا، تقدروا تخليوها هكاك. انا درت الخوخ، خرجوا شويه بسنيده باش تعسل من الفوق في الفران. وغادي ناخد واحد البيضه غندهن بها كلشي ونخليها تخمر شويه، نعطيها واحد 20 دقيقة، 15 دقيقة حتى 20 دقيقة تتخمر وترتاح. خليتها دابا خمرات واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد باش درت البيض، ونعاود نخليها تخمر باش كتجي زوينة. هاهي طابت في الفران عالشكل ديالها، زدت عليها شوية تطابت وخرجات، عاد درت هاد الفخيز لأن الفخيز ما كيبغيش الفران، وكل واحد يقدر يشكلها بالشكل اللي بغا ويدير فيها داك الشكل اللي بغا. كتجي هشيشة بزاف، منفوخة ايبونجي وخفيفة، خفيفة حتى في الاكل، داركة غوتي للدراري في العشية هكا باش يبدل الواحد. ان شاء الله تكون عجباتكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي عجبو الحال وما مشاركش يدير اشتراك باش وركو على هذاك الجرس باش يوصل كل جديد نديرو غيوصل لكم اوتوماتيكمون. مرحبا بكم وشكرا لكم. انا نقطع لكم واحد طريف باش تشوفوا كيف كتكون منفوخه وزوينه. الشوكولا دابت الوسط شويه، ممكن جات مزيانه.